دكتور احمد، في كمان استاذ احمد بقى بيسالنا عن مشكله التثدي، ودي مشكله بتضايق الرجال جدا، خصوصا على البحر والصيف خلاص جه، وبيسال الحل بقى. البحر والصيف عامل مشاكل، عامل مشاكل من امبارح، عامل مشاكل من امبارح. البحر والصيف عامل الشعر والبشره كتير، كله عامل مشاكل. المشكله اللي انت بتقولي عليها دي عظيمه، ده في ناس ما بيقعدوش على البحر مثلا باي انا عايز اقول لك ان في شباب ما اتجوزش بسبب الازمه دي. شاب جسم جميل جدا جدا جدا، ومجرد ان عنده شويه تثدي في منطقه الثديين عامله له مشكله نفسيه، مش قادر يتجوز عشان المشكله دي. المشكله دي يا جماعه ملهاش اي ما فيهاش ادنى، ما عادتش مشكله خالص. بس تكون عارف ان التثدي عند الرجال لو من فتره زمان، يعني دول بتلاقيهم اغلبهم انجي من وهو عند من مرحله البلوغ. يجي والده ووالدته يقول لك هو فعلا من سن 12 13 سنه بدا يعاني من المشكله دي. دي مش دهون، انت في عندهم تضخم وتليف في الغده اللبنيه. هنا مهما كان، لان انا بسمع كلامي انجي بجد والله بيزعل، بتتضايق، يروح اماكن ويحقنوا مش عارف ايه، ونحقنك ايه، ونعمل لك جهاز ايه، ونعمل لك جهاز ايه، ويعني بتبقى صعبه جدا. مفيش اي دور طبي غير الجراحه، والجراحه جراحه سهله جدا. مجرد فتحات صغيره. وضحت حاجه مهمه جدا، نقطه مهمه جدا، ان ده يا جماعه مش سمنه، ان ده مش زادت دهون في منطقه معينه او سمنه موضوعيه، دي هي حاجه في الغده. ممكن بقى واحد يكون عنده سمنه كليه وعنده تثدي ففي دهون، بس الاساسي ايه؟ الغده. ايوه، يعني الغدة لازم برضو حتى لو نزل في الوزن لازم يعمل بالظبط. لو راح لحد غير متخصص احيانا بيروح يعملوا شفط بس، لان انت لازم تشيل الغده المتليفه دي، تتشال تتشال خالص بره المنطقه دي. تلاقي الشاب من دول عمل العمليه وشفط الدهون ومازال الصدر فيه تراخي ترهل، عشان ما تشالتش الغده دي، عشان ما تشالتش الغده. انت سايب حته كده، حته كده ناشفه وتقيله ومسقط الصدر. دي ما بتروحش مع الزمن او مع الوقت، مش هتروح خالص. دي حاجه بتروح يعني، هتروح ازاي؟ هتروح ازاي؟ مستحيل تروح. ده لازم دي امنه دكتور؟ امنه جدا لاي سن، يعني لو ده عملها في سن المراهقه مثلا امنه جدا. ومش عايز اقول لك النتيجه بتبقى عامله ازاي. طفره بتفرق، بيطلع دي العمل من احلى العمليات اللي بتتعمل، بيطلع يقول انا مش مصدق. طب دكتور احمد جيب لنا صور قبل وبعد بقى المره الجايه. المره الجايه اجيب لك صور قبل وبعد، بيبقوا مش مصدقين. انت بتنقلي له حياته لمنطقه ثانيه خالص. هو عمليه بتتم في ساعه ساعه ونص، ممكن تتعمل احيانا بنج موضعي وممكن بنج كلي. بفتحات صغيره خالص حوالين الهاله، بنبدا نشفط الدهون، شويه الدهون الصغيرين دول، وبعد كده لو احتاجنا نفتح فتح سنتي بالظبط تشيلي بيه الغده او الديسك او الحته المتليفه. طيب تمام، يعني سهله يا جماعه، ملهاش علاقه خالص بالسمنه الموضوعيه ولا التخن عموما، لا هي حاجه، هي غده لازم تتشال، هو ده الحل بتاعها بالزبط.